ضيفي السيد حسين خلدون المكلف بإعلام على مستوى حزب الأفلان. سيد خلدون، ربما الأفلان هل سيحافظ سياسية أولى في البلاد، وما هي معايير القوائم الانتخابية الخاصة بالحزب العتيد؟ وما في ذلك شك، الأخ الأمين العام الدكتور جمال ود عباس منذ تعيينه على رأس الأمانة العامة للحزب كان قد كشف عن نيته في لم شمل وجمع كل الإخوان خاصة القيادات السابقة التي تنشط خارج الإطار الشرعي، وقد وفق بحمد الله وأفرزت وأثمرت عملية سلسلة اللقاءات مع كل الإخوة، استعداد كل الإخوة الانضمام الى مبادره الاخ الامين العام والعمل سويا من اجل نجاح حزب جبهه التحرير الوطني في الاستحقاقات المقبله. والرهان هو ليس فقط الحفاظ على الاغلبيه او كقوه سياسيه اولى في الجزائر، وانما الرهان الحقيقي هو الكسب المزيد من المقاعد بالنسبه للاستحقاقات المقبله، وهذا امر نحن قادرون يعني بما يتوفر عليه حزب جبهة التحرير الوطني من إمكانيات بشرية وخبرة، بالإضافة إلى عامل آخر وهو أن هناك شفافية في وضوابط شفافة بالنسبة لي ومعايير أيضا اختيار المرشحين للاستحقاقات القادمة. وأنتم ربما تابعتم تصريح الأخ الأمين العام الدكتور جمال عباس فيما يتعلق بغلق باب شكارة، ونحن الآن سوف نشكل ربما لجان يقظة وسنتعاون مع مصالح وزارة العدل ومع صالح الأمن من أجل غلق هذا الباب وسد كل أبواب الرشوة والمال الفاسد حتى تكون العملية نظيفة. وهذا هو الرهان نتاع جبهة التحرير الوطني، وإن شاء الله إذا وفقنا إن شاء الله بلم الشمل الحمد لله وكل الإخوان مع بعضنا اليوم رانا في خندق واحد. وثانيا هو أن إن شاء الله تطبق هذه الشروط وهذه المعايير وأن نغلق الأبواب أمام المال أو الوافدين وأصحاب المال الفاسد. هذه هي ربما ذو السر. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك سيد حسين خلدون.